يختار اللون اللي يبي. والله الله يبيض وجهك. شاله عني ما هو ان شاء الله ما نتحدث عن الموت. يا عيال مبارك ايش الموضوع بينهم؟ عنده مبارك الموضوع. الموضوع كيف الطريقه؟ مبارك كيف الطريقه؟ والله يا اخي شوف عندك عندك يا اخي هو اعطاك سيناريو نفذ تكفى. صل على رسول الله مبارك مياد نسى نسى. صل على رسول صلوا على رسول الله. اللهم صل على محمد رجل انا اعزه واغلي وحدية القلب ويستاهل وانتم والله تستاهلون. وين القلم؟ والهدايا مو حاطه قلم لانه البارح هداني ودخل يا عبد الله قال ليش تهدي ابو صلوح ولا تهدي الربع؟ يا مخرجنا اذا تبونه لا لا ما بيكفي ما بيكفي. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يا ابو حمد انت بي ولدك؟ لا ابو عماد. وش ابو عماد؟ ايه حتى الشاي ما هو معترف ابو حمد. ابو عماد الشاي براسه ما هو معترف به مره. ما يبغى احد يدعي ابو حمد. ابو عماد مو ترك اشحنه يا ابوك اشحن مو ترك حتى يقول لا تقول ابو حمد قول ابو عماد. هو تحاشاك باليوم قال عشان يحبك بس انت ما خليته. الله يطول عمرك يا اخي. خذها معك المطبخ يا ابو سلطان تكفى. اسلم يا ابو خليه يطبخ. هو معناك اليوم في المطبخ؟ لا تخليه يطبخ. لا خلي اليوم اسمك سحبني عليه قبل شوي. السحب عدو. انا اسلم يا اسلم يا اخي. الله يرحم امك. انت اشغلت امي. انت اشغلت امي تقول شغال بمجلس الخليج. ايش تبغى يا اخي برزاق؟ احد يقول لي ايش تبغى؟ كل ما ضاح المحور ترجع علي يا خالد من جد يا اخوي يا ابو مبارك برزاق. احد يقول لي كل ما ضاح المحور ترجع علي. انت مو متوقع في يوم السكر ذا يا اخي. انا احس الموضوع يبدا من عندك. تقول علي يا اخي مبارك. مبارك ترى الرجل الان شخصيه مهمه لا تقول لي شيء. وين شخصيه مهمه والله؟ بعد ايش يا بيش؟ اليوم طاقه يقول دعيت سنة. خليني احكي لنا على هذا يا اخي. مبارك تكفى مبارك. الله يرحم امك. الله يرحم امك. مبارك احنا قايلين لك سيناريو. الله يرحم امك. قايلين لك سيناريو. اذا قل انك انت هديت صالح سياره كبيره. والله ما هديت لصالح اي سياره. وش السياره؟ احنا بنقول لك وش السياره هذه اللي هديت اياها؟ ليش تهدي هديه كبيره نفس هذه؟ تقول والله انه يستاهل. ونبدا احنا حوارنا بان الهدايا القاليه ما هي اعتبروها صارت. خلينا نبدا من بندر. عبد الله والله لازم الجميع يعني مندفع اليوم. مسالم اليوم مندفع. انا اول شيء صالح عطى واحده. خايف من اللدغه. دبت اللدغه. اسلم يا ابو عبد الله من المجلس الخليجي. اسلم عبد الله. اسلم لا مبارك طال عمرك استاذك في الحديث. ابو عبد الله انت انا احبك جدا فلذلك خذ راحتك. الله يطول عمرك. بس اليوم والله شباب الله يوقع الكليج. طبعا اليوم يعني خلاص شباب علموك الموضوع وشو اللي هو الهدايا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا اعظم ما تكسب به القلوب الهديه. ولذلك حتى جاء في القران